مشاهدي قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من نواحي مدينة الدار البيضاء. هذه السيدة هذه اللي كتشتكي من واحد الاخ ديالها اللي ومن الجيران ديالها كيف ما سمعتوها ان عندها مشاكل عديدة في هذه المنطقة هذه اللي الاخ ديالها هو مخشل عقليا اللي سكن لها في الدار ديالها وفرقع حتى الشراجم اللي خايفة على ان الشفار يدخلوا ليها ويسبوه في الاخ ديالها. انت عافاك اخشي دوري عافاك اللي وقع لك في الدار. السلام عليكم. انا الله يخليك سيدي مشيت اليوم للناس ديال السلطات شحال هذه شي ديال 8 ديال الشهر ما جيتش للدار حيت كاينه واحد النزاع عندي مع واحد الجاره هنايا الور هي تاديره واحد ولدها تيهجنوي ندخلوا حتى نشوفوا شحال من دار بالسبب ديالهم باش تخوات باش نتفاداو المشاكل وداكشي مشينا انا ويا عند المحاكم هذا باقي داكشي ديالنا الدوسي ديالنا باقي عند المحكمه باقي ما توصلاتش هي بالاستدعاء هي وولدها ورجلها. انا شكيت بهم من النهار الاول على الطوموبيله باش علاش يسدوا الزنقه. دابا الحمد لله اللي جيتو في الوقت ولقيت الطوموبيله ديالها ساده لينا فم الباب ولا هضرنا كتقول لك هي حتى حد ما فوق منها هي. انا دابا اللي تنطالب السلطات. انت بعدا هو كيوقع لك هاد المشاكل هاد الشيء راه شحال من عام وحنا مع السيده دابا راه عندي انا الوراق راه عندي شواهد طبيين راه عندي شهاده طبيه فيها 35 يوم على ود الطوموبيله قلت لها خلي لينا منين ندوزو ما كاينش لي سباس منين ندوزو ملي قدرت شدني ولد راجل بنتها ودفعني طحت على هذا وهز ولد ولدها هز رجله ضربني الصدر ديالي برجله ودائما وابدا وكاين الناس هنايا وكاين الناس الجيران وكلشي عارفين هذا المشكل هذا كتجيب هي الحجر فين ما كدير القوات قدام الباب فاش نقول لها شوفي حيدي القادس من قدام الباب راه الحفره تحت الارض علاش حليتي القادس وتجيب الحجر وتبدا بالبابكم انا هو الاخر ليكم انا هو اللي غندير ليكم انا هو هذا خوتي كلهم عندي خويا مسكين عنده ثلاثه البنيات ولحد الان ساكن في واحد الخلا على ود باش يتفادى هاد المشكل مع هاد الناس. خلينا ديورنا تخيل انه خلينا ديورنا خرجنا جا هاد خويا ملي جا كان عنده دارو على برا ما عرفش دابا المشكل واش عنده شي مشكل مع شي واحد ما عرفش بالضبط اشنو اللي واقع. هو مشى دخل دابا للدار دار قدام الباب ديال الدار لداخل دار سداري ودار الكوزينه ديالو ودار بريبارا داكشي ديالو وفي نفس الوقت راه عنده بابو هنايا عنده بابو في الزنقه. يعني هذا الاخ ديالكم خليتوه نتوما هو ساكن في الدار؟ لا ما عنده في دارو على برا كل ما وقعش لي دابا هو شي مشكل ما عارفينش حنا بالضبط علاش داك السيد دخل الدار. ملي دخل الدار دابا الشراجم راه مفرقعين فهمتي. انا مشيت اليوم عند الناس ديال الدارك قلت لهم اودي ها لافير عافاكم الا ما الدار ديالنا راه غتعرض للخطر غدا وبعد غدا غيقول لك حقا راه حيت خوهم مريض في عقلو راه داكشي علاش الدار تسرقات. انا راه مشيت عند الناس ديال السلطات وطلبتهم يجيبوا لخويا لابيلونس باش نعرف انا اشنو واقع في الدار ندخل غير نشوف اشنو واقع. ما قدرتش ما كاينش اللي بغى يعاوني تيقول لك سيري عند وكيل الملك. انا تنطالب من هذا المنبر هذا انا تنطالب سعاده سيد وكيل الملك يدخل لنا في هذه الحاله ونشوف هذا المشكل اللي عندي مع هذه السيده. الحمد لله انه جات الناس ديال الصحافه وشافت الطوموبيله قدام الباب يعني ما عندناش منين ندوزو ما عندناش منين ندخلو. خايفه من خوك اللي يشفروا الدار ويسبيوها فيه؟ خايفه انا خايفه من هذا المشكل هذا حيت انا خويا مريض في عقله فهمتي. خويا ما دخل الدار الا وعنده شي مشكل يا كيتعرض لشي مشكل معاهم الله اعلم يا كيحرضوه باش يدخل الدار الله اعلم. انا اللي كنطالب دابا الناس ديال السلطات يجيو يدخلوا كمل لي يجيو يدخلوا دابا ويشوفوا هاد المهزله. من نوع المرض اللي عند الاخ ديالك؟ خويا مسكين كان عنده مشكل كان بالكاميو ديالو بخير عليه خليك هنا واقف ما عندوش ما كانش خويا بحال هكا ولكن الله غالب ما عرفناش داكشي واش ديال الله ولا ديال العبد. السيد حتى دار عليه راسه ودير مسكين اللحيه ودير واحد الحاله لا ورثه لا وما كاينش اللي بغى يعاوننا عليه. وانا مع هاد السيده في هاد النزاع وشوف دابا ها انتم دخلتوا من امتى وانت عندك هاد المشاكل هادي؟ راه هي شحال من عام هاد السيده راه معروفه هنايا لمن ما قلتي هاد السيده غادي يقول لك ها قصتها وهذا نهضروا باش تكملي. هاد السيده يعني عندنا حنا نزاع من زمان ضاربه الوالده الله يرحمها بموس ضارباني انا بموس دخلت دوزت 3 شهور ديال الحبس وخرجات من بعد ومن تما وهي مكاسيه وهي حالتها الحاله ملي كبر ولدها قال لك انا اللي غادي نقطعها منكم حنا انا اللي غادي نحيدكم من الزنقه. واش حنا في بلاد السيبه؟ واش حنا في غابه؟ راه الحمد لله حنا في بلاد الحق والقانون. حنا الله يخلي لينا سيدنا
يشوف هاد الحالات اللي كنعانيو منها حنا. حنا بغينا جلالة الملك يتدخل ويشوف هاد الحالة اللي تتوقع لينا. أنا عندي شواهد طبية وعندي كلشي في المحكمة مع هاد السيدة، والحمد لله هانتوما جيتو وهانتوما شفتو الطوموبيلة براسي فوق الباب، ما عندوش منين ندخل. منين غادي ندخلو؟ يعني قلت لي اخوك تا هو كان كيسكن في الدار ديالو حتى دخل للدار. انت دخل للدار ودخل للدار، الدار دابا راه مفرقعه، ما عرفتش انا اشنو مشى في هذيك الدار، حيت ديجا داري تسرقات، سرقات لي التلفازه البلازما وديكلاريت، عندي الديكلاراسيون ولحد الان كنتسنى باش يخرجوا ويديروا بحث يشوفوا شكون اللي دا هذا الشيء ديال الدار. ودابا هذا ملي دخل للدار ها انت خلى بابه برا وحابسين عليه بالطوموبيله، كيفاش غادي يدير؟ شحال الاخ ديالك هو كيسكن في هذه المنطقه؟ انا خويا هادي نقول لك دابا شي 10 شهور بحال هكاك، ولا 11 شهر باش جا مسكين، كان تيعيش ملي وقع ليه داك المشكل ديال المشكل اللي وقع ليه حتى المشكل ديالو، كان عنده كاميو، كان عايش مسكين في السوالم في الكاميو ديالو وداك الشيء. ربما يكون ما مخلصش شي وراق، ربما يكون هذا داو ليه الفوريان السيد من ديك الوقت وهو تيعاني هذا المشكل النفساني، بقى تيتابع الكاميو ديالو حتى ولا عايش في الزنقه، حتى ولا دير عصا ودير واحد الحاله والشعار وهذه وهذه. ملي جا للدار انا كان ديما كنت في الدار، انا دائما كنت في الدار. شنو السبب الرئيسي اللي خرجتي منه؟ ولا انا السبب الرئيسي فين ما كنجي للدار كنقول لهذيك السيده حيدي القواد من عند الباب، كتبدا كتضرب بالحجر، كتجي للباب بزاف رداف هادو وهادو، ولدي يهجنوا ويخرجوا ليا، انا غنقزر، انا غندير، انا غندير. واش كاين شي واحد غادي يخلي دارو، غيخلي دارو عباد الله ويمشي يقلب على شي بلاصه اخرى؟ راه ما كايناش هذه، لا يعقل هذا. حنا انا شنو دابا اللي بغيت؟ بغيت يجيو الناس ديال المخزن يشوفوا هذا الشيء، هذا هو اللي بغيت. انت الحمد لله اللي جيتو معايا حتى شفتو الطوموبيله حابسه فم الباب، وعندي نفس المشكل اللي عندي معاها. على الطوموبيل، علاش تحط الطوموبيله فم الباب؟ وعلاش كدير القوادس لينا فم الباب هكاك وتهز الفاس وتضرب به؟ هادشي من واش من الاول ولا؟ لا هي من نهار سكنات حدانا وهي على ذاك الحال. يعني انتم كنتو ساكنين نتوما الاولين؟ احنا الاولين. هما الجيران، راه كاينين الجيران شهود وداك الشيء. راه واحد النهار انا مشيت خليت الوالده مريضه الله يرحمها، ومشيت نجيب مشيت لعند الطبيب باش ندير شهاده طبيه، فاش ضربني هذا درت شهاده طبيه الاولى وما تبينش ليا، باقا ما درتش الراديوات وصدري كيحرقني، مشيت حطيتها عند وكيل الملك وجيت. جا خويا مسكين جاي داخل مع الزنقه، جاب ليه ولدها جنوي وبرك قزر ليه الكروسه ديالو وتكرفس عليه هو وولادو والغوات والوالده مسكينه مريضه لداخل، والسيد كيهرس في الباب هو وامو. شنو الاجراءات اللي اتخذتي؟ ما مشيت عند الناس ديال الدرك تصمتوا ليا الى اخره، قلت لهم عتقوا غير الموقف، جيو غير تشوفوا شنو. وجرى على خويا من هنا من الزنقه، قال لي ربك ها خويا ها باب خويا. شنو المنطقه هذه محسوبه على؟ هذه محسوبه على السوالم الطريفيه. يعني هنا البرا، هنا شنو اسم البراهمه هذه؟ على من محسوبه؟ محسوبه على السوالم. محسوبه على السوالم؟ عندي مشيتي دقيتي مشيت عند الناس ديال الدراك وعاودت عندي شواهد طبيين ودفع لينا داك الشيء للمحكمه، وهاد الناس باقيين ما توصلوا من حتى شي حاجه. ملي مشيت للمحكمه لقيت هذا قال لك سيري ديري محامي ولا هذا، انا قلت خلي عندي حوايج اخرين، حيت الولد الصغير ديالنا ولد خويا اللي هو مريض كانت هاد السيده كاريه عندها واحد السيده هنايا، الور مشات هذيك السيده قالت لك دارت علاقه مع الولد ديالنا ولات كتدخل للدار، بنتها ولات كتدخل للدار عند الولد شويه، قالت حقه حقه وقع ليا مشكل، دارني فعلني تزوجوا بيا ديروا ليا. انا ماشي مخزن شكون لي؟ وديك الوقت انا ديكلاريت في شهر 11 بالتلفازه ديالي، وتبين البنت انها كتدخل عنده، وفي شهر 2 هو تشد، تبينت البنت اللي كتدخل للدار. يعني هاد المشاكل كامل هادشي اللي خلاك انك تخرجي؟ هادشي اللي خلانا نخرجوا من الدار، حيت ماشي بعيد الواحد شي نهار يفقد عقله ويولي مجرم ولا شنو، يقدر يدير اي حاجه. الواحد ملي تيتجه للسلطات وكتحقرك وما كتعطيكش قيمه شنو غادي دير؟ نولوا حنا نبداو نديروا بحال هاد الناس؟ يعني انت خايفه على الدار ديالك اللي فيها؟ دابا انا خايفه على الدار اللي فيها حوايجي.
ها هي الطونوبيله قدامكم بلاصتي ليا قدام الباب. يلا تقول باش تعرف اللي ندوزو حتى الباب هرسو داك العود اللي كان مغطي على البيبان وداك الشيء. يدخل اللي بغى يدخل، يخرج اللي بغى يدخل. حنا ما نقدروش ندخلوا للدار، حنا ماشي خوفان، ولكن حنا خايفين من بعد العواقب شنو غادي يكون. راه ماشي حنا خايفين غادي نتقتلوا، ولا راه الا غنموت غير نموت، ولكن ماشي نجي انا حتى نضرب شي ضربه ماشي هي هذيك، ويولي واحد يدور يقول لك ايوا شنو داروا هادو وصوروا هادو ياك مشاو ياك داروا ياك فعلوا. واخا شنو المطالب ديالك انت دابا؟ انا المطالب ديالي اللي كنطالب الناس السلطات يتدخلوا ويجيو للزنقه ديالنا ويشوفوا المشكل اللي كاين في الدار واللي كاين في الزنقه. راه شتي قدام، راه ديك المره انا نزلتهم طالعين فوق الحيط. نزلتهم ديك المره طالعين فوق الحيط ديالنا كيمرطبوا في الحيوط ديالهم دون استشاره مع شي حد، فوضى. كما طلعوا فوق الحيوط يقدروا يدخلوا للدار. واخا شكرا لك. كيف ما تبعتوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي على ان هذه السيده هذه كتعاني في هذا المكان. دخلت تصور لي صراحه انها خايفه على الدار ديالها وخايفه كذلك. اجي معايا وريني كيف قلت لكم انها خايفه على المنزل ديالها اللي كتعيش هنا بمنطقه البراهمه اللي تعرضت للعديد من الضرب، وكذلك كيف ما قالت انها مشات للدرك الملاكي وبغاتهم ياخذوا لها حقها لانها كتعاني في هذه المنطقه هذه اللي كتشوفوها امامكم في الصوره. يعني كنتمنوا انكم تبارطاجيو هذا المباشر هذا باش يوصل الصوت ديال هذه السيده هذه اللي كتسكن في البراهمه اللي تابعه تقريبا هي في سيدي رحال كاين تابعه لحد سوالم. يعني هذه هي السياره ديال الجيران ديالها اللي قالت لنا على انهم كي واخا لا جوري. يعني كيف كتشوفوا هذه هي السياره اللي قالت لهنا وهذا هو المنزل ديالها.